يا اسطى انا بقضي كل مره بتبقى قبل الامتحان. ايه ده بقى كده؟ ايه ده ما توترنيش عشان انا بص على اريح للماده دي يا اسطى. ولا مستريح كمان للمراقب اللي هيجي فكره المراقب. ما تقلقوش انا من حلمه النهارده المراقب جاي علينا شاب زينا كده ويبقى فرفوش ويظبط لنا الدنيا. اسمع بقك ربنا يا رب. وانا قول لامك ما تحلمش تاني. مين؟ انا. مين؟ انا. مش هنخلص بقى. هوب ايه ده؟ ماما حرام. حرامي في بيتي ودخل بالجزمة. هيا حبيبي قولي بصراحه ومن غير مجامله، ايه رايك في المكرونه؟ بص يا ماما بصراحه كانت بس محتاجه شويه ملح. انا اكلي ناقص ملح يا كلب البحر. جميله جدا يا امي، يعني بسم الله ما شاء الله تحفه، حلو قوي. انا اكدب بقى يا كلب البحر اذا كان انا اصلا شايفاها ناقصه ملح عشان انت تحط ملح وانا بعمل اكل يا كداب. عارفه عديت من جنب مين امبارح؟ مروانه. يا بنتي مروانه، صاحبة احمدة سيكو سيكو بنت احمدة. طب بغض النظر عن الهبل اللي عمال يتقال من الصبح ده، هعمل نفسي مش فاهم حاجة. لو كلب بقر فيه مثلا مضحك هتخليه اسمه ايه؟ مدحتة؟ يا بابا انا عندي واحدة صاحبتي اسمها مروانة لا لا يا ماما خد يا كلب العرب انت. يلا عشان المدرسة. انا مش فاهم انا يا ربي كل يوم بصحى وانا اللي بروح ولا انت؟ قوم يا زيد. انا هروح انا الازايز اجل الجهاز لابس قايم واقف ثابت. تعال حركه اسود انت لسه ما بتنزلش. قوم يا كلب البحر بدل ما عليا نعمه هلا كمان شي مشي. ما بقاش صحيك هو حل واحد اللي بلجله في المواقف دي يا ما كل يوم بقى النوال ده. انا لابس والله حضرتك شايف لابس وجاهز بس كنت بستنى ايه الوقت المناسب. طب انت لابس اهو يا ابني، امال في ايه؟ اللي بره دي على فكره مفتريه وعايزك تضرب وخلاص. اه والله يا ابو انت عايز تولع فينا يا ابني. انجز انا كل يوم بقعد اقول لك نفس الموال بتيجي الصبح ماما انت ما بتجيليش من ده. وانا بصراحه على اخر الشارع وبعيد ولسه على بروح اشوف الفرن وهتلاقيها زحمه عشان المدارس. فك النهارده مش هسمع يا ابني ما تجننيش معاك. هتيجي الصبح تقول لي كده يا ماما؟ انا بقول لك مش عايز سندوتشات. طب ماشي انا بقى هطلع عندك مفطرتي. ماما انا نازل. بص يا حبيبي ادي مصروفك خد اهو ومش تاخرش تقعد تتلكع كل يوم زي ما بتيجي. امسك. تسلمي لي يا رب ربنا يخليك. طب بقول لك ايه، فين السندوتشات؟ يا البوم ما خدت الهديه هبقى احوشها لك زي كل سنه. اه حضرتك عايزه تاخد الهديه عشان زي السبع سنين اللي فاتوا زي كل العادية اللي معرفش مصيرها راحت فين دلوقتي. لو انا اللي كنت محوشهم وكنت خليت بالي منهم كان زمان دلوقتي معايا فيلا او عربيه. يا كلب البحر اقسى عليك بقى انا باخد الفلوس دي كلها حوشها لك كل عيد ومجمع لك مبلغ معدي دلوقتي الربع مليون جنيه وشايلهم لك تيجي انت تشك في امك تستني ده بجد يا امي؟ بتكلمي جد؟ طب فين الفلوس؟ شايلها فين؟ عايز تعرف يا لهوي انا لسه استنى حلقه بكره.